اهلا اهلا وسهلا. اهلا تفضل. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. لازم تعرف انه الشيء اللي صار معك نحن ما دخلنا فيه، وامك بتعرف هالشيء وبتعرف اني كتير حاول صلح الغلط اللي صار، بس موت ابو عليا عقد الامور اكتر. خلص ما في مشكله، انا يعني اللي صار صار، وانا مالي جاي مشان عاتب ولا اتهم، الحياه جاي مشان هدول. شو ها؟ حق الطوق. بس الطوق انا تركته لامك هديه، يعني ما بظن انه العلاقه اللي بيناتنا بتسمح بهيك شيء، وانا ما ببل اقبض 8 أيام سجني. انت ليش عم تحسبها هيك؟ كيف بدي احسبها لك؟ ها؟ تمن استضافتنا لبنتك؟ مصروف اقامتها عنا يعني؟ ولا مساعده لناس درويش ومحتاجين؟ كيف ما حسبتها ما عم تزبط معي. نحن لما قاوينا بنتك عنا ما كنا بنعرف هي بنت مين. قاويناها لانه كانت محتاجه لحدا يحميها. وما كنت بتوقع يكون تمن هالشيء لا سجن ولا مصاري. ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقولي شيء. شكرا له. انا كنت كثير حابه اشكرك واشكر والدتك، بس بصراحه ماني عرفانه كيف، وكمان انت ما بتترك لي مجال.